ثنائيات كثيرة عم نشوفها بالفن وضمن أعمال سورية أو حتى عربية مشتركة. شفنا نادين الجيم مع قصي خولي وأيضا مع تيم حسن وسيرين عبد النور، شفنا قيس الشيخ نجيب وسلافة معمار، واليوم المخرج جود سعيد جمع باسم ياخور وسلافة وخرجي ببطولة فيلم سينمائي بيحمل عنوان سلمى. هالسيدة يلي بتعيش مع والد زوجها وابنها وابن اختها يلي نجا من انهيار البناء يلي ساكن فيه بعد حدوث الزلزال يلي تسبب بموت والدته، فبتصير سلمى هي والدته، وشخصية سلمى هي شخصية سيدة ريفية بسيطة. لهيك استعدت سلافة وخرجي للدور بكل تفاصيله، من الملابس للميكاب يلي تخلت عنه طبعا، وباسم ياخور يلي بيظهر فيه كضيف شرف بالفيلم هاد وبيصير مساند لسلمى بأمور كثيرة، وهذا التعاون هو الأول بين باسم وسلاف.